السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حمادة. هنركب فوق ال 96 بازوكا جي بي ال 1000 مع جي ام سيمفوني 700 واط مع الكاسيت الالباين. تمام، نروح كده قدام ونشوف الاسلاك. احنا بناخد من الضفيرة لان الاوبل مش بيعدلك اي كابل في العربية من البطارية لغاية ورا، فانت بتاخد من الكابل اللي راح للكونتاك عشان يكون محمل الكابل، وبتعمل فيوز الفيوزات الكبيرة، فيوز كبير كده عشان يبقى ايه، امان ليك حصل اي حاجة الفيوز يضرب. تمام، مش الضفيرة تولع منك، لا، السلك هو الفيوز هو اللي يضرب. تمام، وده ار سي ادريان برضو، ما بيشتغلش غير بالار سي دوت، انضف ار سي ادريان وسلك حجازي. تمام، عدينا الكابلات اهو، تعدي الكابلات، وادي الكابل اهو بتاع الار سي واصل لغايه الكاسيت من ورا، توصل على وسط الصب في الكاسيت، عديت الاسلاك، تبتدي تقفل بقى عشان ما تنساش حاجه اللي تعملها تقفلها اهو. عدينا الكابلات، تمام، نسحب بقى الكابلات دي لغايه ورا ونقفل مكان الفيوزات اهو كده. احنا قفلنا، مكان مكان ما خدنا الوصلة. تمام، دي البازوكا، وادي الجي ام مار اهو. بنخلي البازوكا ناحية الجي ام من ناحية الشكمان عشان خاطر الهواء اللي يطلع من البازوكا يدي تهوية للجي ام. تمام، عشان العربية بتبقى شنطة عربية مقفولة على طول. نجرب الصوت كده، ودي كانت البازوكا الجي بي ال مع الجي ام 700 والوسط الادريان والسلك الحجازي وكاسة البين في اوبل 1996 او اوبل 96.